فرد التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة علشان تساهم في رعاية مثل هذه المؤتمرات. هي كل المؤتمرات بشكل عام توجه مهم جدا للجامعة، وخاصة المؤتمرات اللي بتتكلم عن البحث العلمي، ولأن احنا بنحاول نبرز أنشطة الكلية المختلفة في البحث العلمي. عندنا قناعة مهمة جدا ان وكلنا مقتنعين بكده اعتقد، ان البحث العلمي مهم جدا كعنصر من العناصر المطلوبة للعمل داخل الجامعات بجانب التعليم وخدمة المجتمع، وهو ممكن من الحاجات المهمة جدا في رفع ترتيب الجامعة ما بين الجامعات العالمية. والحمد لله يعني احنا في مركز متقدم، ربما عندنا طموح ان احنا نبقى احسن من كده بكتير، لان عندنا امكانيات كويسه جدا، وان شاء الله نقدر فعلا نرتقي بادائنا علشان نرتقي بدور الجامعه وترتيب الجامعه بين الجامعات العالميه. الطمر الاول لكليه التعليم الصناعي هو اضافه جديده لمسيره الكليه في تقدمها واسهام في التقدم التكنولوجي والتنميه الصناعيه لمحافظه سوهاج خاصه ولمصر عامه. إن الأبحاث الخاصة بالكلية لها من الأهمية الكثير، حيث أنها أبحاث تطبيقية تسعى دائما لحل المشاكل الصناعية على أرض الواقع، والتي تساهم بشكل كبير في التنمية الصناعية، والتي تتميز كلية التعليم الصناعي بهذا الدور الكبير في التنمية الصناعية. أشكر السيد الأستاذ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للتعليم الفني للنهوض الصناعي في مصر. أشكر السيد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز على دعمه المستمر وتشجيعه للبحث العلمي، وعلى المجهود المتميز في الجامعة، وعلى الفكرة في عمل المؤتمرات العلمية والكليات في الجامعة وخاصة في كلية التعليم الصناعي. أشكر كل المتقدمين بالأبحاث من الكلية، وأحيي دورهم المتميز في إنتاج مثل هذه النوعية من الأبحاث التطبيقية. إنهم من دواعي سرورنا وفخرنا إقامة المؤتمر العلمي الأول لكلية التعليم الصناعي، التي طالما كنا نتمناها في يوم من الأيام، لأننا نملك أعمالاً بحثية جيدة ترقى إلى المستوى الدولي. وأقدم الشكر والتقدير لفريق العمل من لجنة إعداد المؤتمر من شباب الباحثين بالكلية، الذين قاموا بالمشاركة الفعالة في إعداد المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، وعملوا في منظومة متناغمة كفريق واحد في سباق مع الزمن وتحدي لإنجاز فعاليات هذا المؤتمر تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم طبري عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود سالم احمد بخار المؤتمر. تعلموا مواد التخصصات المختلفه وبداوا يشتغلوا عليها. زي ان احنا ده الطلبه اللي عاملينها جزء من مشروع تخرجهم. يوم رياضي المره الجايه ان شاء الله نعمل يوم رياضي. طبعا اعمل لي كاس يوم رياضي مش هيبقى. بعتوا لهم بتاع حاجه كانت كده.